برو كابتن اسلام، مستمرين مع نجم من نجوم اللقاء كابتن وليد سليمان. دور برد يا كابتن اسلام، ومحدش كان يعرف الكلام دوت، ودور برد وصمم يلعب وتحامل على نفسه، ودور البرد في الصيف بقى رخم جدا يعني. خد ثلاث حقن النهارده والله، كابتن وليد لعب بثلاث حقن يعني، ومفطرتش ونزلت على الغدا وقاتلت عشان تلعب. التاريخ ما بيكتبش بسهوله، وليد سليمان يعني ايه ماتش خاتمي زي ده، ماتش زي دوت ببطوله. الحمد لله، مبروك علينا كلنا ومبروك لجمهور النادي الاهلي. ودي يعني حاجه بسيطه، واي حد هيعمل كده، مش وليد سليمان بس، احنا اتعلمنا في النادي ان دي حاجات صغيره اتعلمناها في النادي. لكن بقول الحمد لله ومبروك، موسم متعب، موسم طويل جدا، بقول الحمد لله ومبروك لكل الناس، اللعيبه كلها رجاله، والحمد لله. الحمد لله. توقعت تفوز النهارده بالمباراه؟ مباراه صعبه بكل المقاييس طبعا، بس يعني الحمد لله كلنا كنا مركزين، وكلنا يعني عندنا يعني احساس ان احنا يعني فرصه جات لنا ومش هتضيع تاني ان شاء الله. والحمد لله كلنا كنا على قلب رجل واحد، والحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا، والحمد لله. مبروك. صممت تلعب النهارده رغم التعب وبرد الصيف رخم يعني زي ما بيقولوا، والنفس بقى قليل جدا في الملعب، وخدت الحقن ولعبت وتحاملت. انا بقول كده عشان الناس تعرف او تعذر اي لعيب ما بيعرفوش الكواليس ايه يعني. النهارده وليد لما يكون درجه حرارته عاليه وياخد مسكنات وياخد حقن ويقاتل عشان يلعب، لازم الجماهير تبقى عارفه يا جماعه في حاجات في الكواليس ما بنعرفهاش، لكن اما بتعرفوها بعد كده بتعرفوا ان اللعيب ده كان راجل قوي وتحامل عشان خاطر الفانيلا اللي بيلعب بيها. الحمد لله، يعني كل الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى وللجهاز الطبي، ما سابونيش بصراحه من امبارح، وعملوا لي حاجات سريعه وقالوا لي ان شاء الله لحد بكره هتكون الامور تمام، والحمد لله الامور استقرت. وبشكر الدكتور خالد والجهاز الطبي طبعا، بشكر الراجل اللي قعد معايا النهارده الخواجه وقال لي يعني لازم لو انت كويس لازم تكون موجود وكده، والحمد لله طول ما انا حسيت ان انا يعني كويس شويه. طبعا مش هينفع ان انا اسيب زمايلي، وبقول مبروك لكل الناس. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك فيك. شكرا.